الكوارث الطبيعية تثير الرعب من جديد في جميع أنحاء العالم، وتتسبب في سلب العديد من الأرواح وتدمير العديد من المناطق. زلازل مدمرة تضرب اليابان، وفيضانات وعواصف تجتاح أوروبا وتسبب الذعر والخوف بين المواطنين. يا ترى ماذا يحدث في اليابان الآن؟ هيا بنا نرى الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على النبي والإعجاب بالفيديو. في آخر تطورات زلزال اليابان المدمر، تم تسجيل ارتفاع في حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان إلى 62 قتيلاً، وذلك وفقاً للسلطات المحلية في يوم الأربعاء، والأعداد تزداد يوماً بعد يوم. وبحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أفاد مسؤول في مقاطعة إيشيكاوا بأن عدد الوفيات بلغ 62 شخصاً، وأن هناك أكثر من 300 جريح، بينهم 20 شخصاً حالتهم خطيرة. تقدمت الحصيلة الرسمية السابقة بتقرير عن مقتل 50 شخصاً على الأقل، وكانت شدة الزلزال 7.5 درجات، وتسبب في دمار واسع النطاق. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أنه تم رصد موجات تسونامي بطول حوالي 2 متر على سواحل إيشيكاوا مركز الزلزال، وحذرت الأرصاد من حدوث تسونامي كبير ومرعب، والذي يعتبر الأكبر منذ عام 2011، مشيرة إلى أن الزلزال في إيشيكاوا يعتبر أكبر زلزال مسجل قوة في شبه جزيرة نوتو منذ 150 عام. تتصاحب الكوارث الطبيعية بقدر هائل من الرعب والفزع، تهز الفطرة البشرية وتجعلها تشعر بقدرتها المتواضعة أمام عواصف الطبيعة الهائلة. ومن بين هذه الكوارث القاسية والمروعة تتصدر الزلازل المشهد، تلك القوى العملاقة التي تنشأ في أعماق الأرض وتحولها إلى ساحة معركة مفزعة. تعد اليابان واحدة من الدول التي تعاني بشكل مستمر من وجود هذه الكوارث الطبيعية الخطيرة، حيث تعتبر زلازل اليابان من أكثر الزلازل رعباً وتدميراً في تاريخ البشرية. تاريخها المأساوي مليء بالتسجيلات المرعبة لهزات أرضية ضخمة تركت خلفها الدمار والخراب. تتسم الزلازل في اليابان بقدرتها الهائلة على تحطيم الأرض وهزها بعنف، وتتسبب في انهيار المباني والجسور والبنية التحتية بأكملها. تتجلى قوة هذه الزلازل في قدرتها على تغيير خريطة البلاد بشكل جذري، حيث يمكن للأرض أن تنزلق وتنحني وتتجمع في ثوان معدودة، مخلف مشهداً مرعباً للتلال المتحركة والأرض المشوهة. وإلى جانب الهزات الأرضية العنيفة، تنتج الزلازل في اليابان أيضاً تسونامي مدمر. تتحول المحيطات إلى أعاصير ضخمة قادرة على جرف المدن الساحلية وتبتلعها برمتها. يترك هذا الجنون البحري آثاراً مرعبة ومدمرة، حيث تتحول الأماكن السابقة للحياة والنشاط إلى أراض مهجورة ومحطمة. تعرض وسط اليابان إلى 155 زلزالاً قوياً بين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية JMA. ونتيجة لذلك، طلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات، نظراً لارتفاع موجات التسونامي إلى أكثر من متر في بعض المناطق. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء أن الزلازل القوية والمتكررة التي ضربت وسط اليابان منذ الاثنين، بما في ذلك زلزال بقوة تفوق 7 درجات على مقياس ريختر، تسببت في سقوط ضحايا وأضرار مادية كبيرة. وتعاني اليابان بشكل مستمر من نشاط زلزالي مرتفع بسبب وجودها فوق حزام النار في المحيط الهادئ. وتم تعليق رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا على الجانب المطل على بحر اليابان، وتوقفت الكهرباء في حوالي 40,000 منزل في المنطقة نفسها وفقاً للمرافق المحلية. تشهد أوروبا وأمريكا تجاوباً عنيفاً من قبل الطبيعة، حيث تهدد الفيضانات ألمانيا بالغرق، فيما تضرب أمواج عنيفة سواحل جنوب كاليفورنيا. تعرضت أجزاء من شمال ووسط ألمانيا لفيضانات، مما أدى إلى إجلاء العشرات والمئات من الأشخاص. وعلى الرغم من توقع تحسن الأحوال الجوية وتجفيف الأجواء إلى حد كبير، إلا أن منسوب المياه في بعض الأنهار لا يزال مرتفعاً ويستمر في الارتفاع في أجزاء من ولاية سابسونيا السفلى في الشمال الغربي. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض سواحل جنوب كاليفورنيا لهجمة الأمواج العاتية،
تسببت هذه الأمواج في تدمير وتلف البنية التحتية الساحلية وتهديد سلامة المنازل والممتلكات القريبة من الشاطئ. شهدت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء إصدار مئات التحذيرات بشأن العاصفة هنك وتهديدات الفيضانات. تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في تعطل الرحلات وانقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من البلاد. تم تسجيل أقوى رياح في آيل أوفا وايل قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 150 كيلومتراً في الساعة، كما بلغت سرعة الرياح 130 كيلومتراً في مطار إكزيتر في ديفون وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية. وأعلنت شرطة غلوسترشير في غرب إنجلترا عن وفاة رجل في الخمسينات من عمره بعدما سقطت شجرة على سيارته أثناء العواصف قرب سيرانسيستر. تسببت الظروف الجوية السيئة في إغلاق بعض الطرق، وطلب من السائقين البحث عن طرق بديلة. عواصف جديدة تجتاح دولة أستراليا. تعرضت أستراليا لظاهرة النينوث، حيث شهدت عواصف رعدية شديدة أسفرت عن وفاة وإصابة العديد من المواطنين. أعلنت السلطات الأسترالية اليوم أن عدد القتلى بلغ 8 أشخاص، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين. وقد وقعت هذه العواصف شرق البلاد خلال عطلة عيد الميلاد، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل. تأثرت ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند بالعواصف القوية، وقد شهدت هذه الولايات تساقط حبات البرد الكبيرة وهطول أمطار غزيرة، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية على الأسطح وسقوط الأشجار في بعض المناطق الأكثر تضرراً. وأكدت كاتارينا كارول مفوضة شرطة ولاية كوينزلاند أن 3 رجال قتلوا بعد انقلاب يخت كانوا يستقلونه قرب جزيرة جرينا في خليج موريتون، كما تم العثور على جثتي فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات وامرأة في حوادث منفصلة في كوينزلاند بعد أن جرفتهما مصارف المياه الجارية الناجمة عن الأمطار، وتوفي شخصان آخران بسبب سقوط الأشجار. حذرت السلطات من احتمالية ارتفاع سريع في منسوب المياه في الأنهار، مما يمكن أن يتسبب في فيضانات تغمر المخيمات القريبة من الضفاف. وتعتبر هذه المخيمات مزدحمة عادة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.